قرر مئات الآلاف من بين 45 مليون عامل مهاجر في الهند العودة إلى قراهم الأصلية التي تبعد أحيانا مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام لعدم قدرتهم على شراء تذاكر التنقل بسبب الإغلاق وتوقف الأعمال. ويقول نشطاء إن عشرات الأشخاص من بينهم أطفال لقوا حتفهم خلال رحلة العودة تلك، إما دوسا بالمركبات أو بسبب الإرهاق الشديد. رحلة عودة شاقة وطويلة لهؤلاء الهنود من العاصمة نيودلهي إلى قراهم الأصلية. آلاف الكيلومترات سيشقونها سيرا تحت لهيب الشمس شبه حفاة، فلا مال لشراء تذاكر النقل أو حتى الطعام. لسان حالهم ينطق حال مئات آلاف العمال المهاجرين داخليا. كانت حياتنا وصحتنا جيدة قبل الإغلاق، أما الآن تدهورت. لقد دمرنا الإغلاق، ليس هناك ما نأكله أو نشربه بعد أن امتنع رب عملي من دفع أجري كاملا. كل وعود الحكومة كذبة، أما الطعام أكبر مشاكلنا. تعبنا من السير، علاوة على ذلك يعاملنا رجال الشرطة كالحيوانات، ضربونا ويلاحقوننا، فلا بد من العودة والبدء من جديد. أكثرهم طرد من منزله وترك بلا طعام أو مأوى بعد مرور 50 يوما على توقف أعمالهم بسبب الإغلاق. ولاية أوتر برديش وجهتهم، حيث ستضمن لهم قراهم وجبتين على الأقل يوميا من الطعام. توقفت أعمال البناء، لم يكن هنالك ما يؤكل في المنزل. المالك طلب الإيجار ووضع قفلا على منزلي، لذا لم يكن لدي خيار سوى الهروب مع عائلتي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ سنموت على أي حال، لكننا نفضل الموت بقرانا ونصلي ليبقى أطفالنا بأمان خلال رحلتنا ولنصل قريتنا حيث سنعيش بطريقة ما. لم يعد يصدق هؤلاء وعود حكومتهم بحزم الإنقاذ، فالعشرات منهم هجروا ولقوا حتفهم على طريق الموت هذا، إما دهسا بالمركبات أو من الإعياء الشديد تحت أشعة الصيف اللاذعة، بينهم أطفال وفق نشطاء. بينما لا تزال وعود رئيس حكومتهم ناريندرا مودي غير كافية لإنقاذ الكثير من هؤلاء.